ادي اخطر شوكه في جسم السجاد. دي اخطر شوكه في جسم السجاد اللي لو شكت البني ادم كده الشكه دي بتسيبه الم شديد فظيع جدا. شوكه السجاد اسماك شعبيه داخل سوق الانصاري. هنتعرف مع بعض على الاسماك اللي موجوده وكمان الانواع والاسعار، بس اتمنى تدعموني باللايك وكمان تساعدوني بالاشتراك في القناه وتكتبوا لي بتتابعوني منين عشان ادخل ارحب بيكم. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا تعالوا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلوا عليه. يلا بينا نبدا مع بعض. بعد اذنك بانواع الاسماك والاسعار، بس يا ريت توطي لنا الصوت علشان بس نحول ده. ده شخرم، ده اسمه شخرم ما شاء الله. كام الشخرم النهارده؟ ده شخرم درجه اولى نضيف ونبيعه للناس بتناول ايديهم ب 30 ل 25 في ال 100 من المشكله عندك. ال 30 ل 25 ما شاء الله احجامه كويسه. بص حاجه بتصور، بص اهو. وناس جايه حضرتك الكلام ده متوسط، وفي دي ناس اللي هو ايه تجيبه كويس وسعره كويس وحلاوه برضه، بيبيع فيه من 30 جنيه ل 25 جنيه. عشان نصور سمك ما يزعلش حد، سمك نظيف يعني. بس ده برضه يجيب حبات ايه كويس؟ عسى بيحب السمك برضه، في ناس بتفضله زي ما هو. احنا بالنسبه للسوايس انا بحب السمك برضه زي ما هو. السجان ده عايز اقول لكم السجان ده بيوصل سعره ل 300 و 350 جنيه، بس لما يكون صايم. يكون صايم يكون بنفس الحجم ده كده. حد ماشطه. يكون نفس الحجم ده كده. انا معاك عندي باغه. الكبير بتاعه. عندي دريني. عاوز بول. في شوكه في السجان مش كده؟ هو لو شك الشوكه صعبه شويه. اه. لان بتعمل ايه زي عمليه تنميل في الايد بس بسيطه، تقعد فتره بعد كده بتروح تاني يعني مستمره دايما. مكانها فين ورانا بعد اذنك؟ نعم. ورينا مكان الشوكه فين عشان الناس تاخد بالها. الشوكه بتبقى في جسم السجان دي كلها كده. ادي اخطر شوكه في جسم السجان، دي اخطر شوكه في جسم السجان اللي لو شكت البني ادم كده الشكه دي بتسيبه الم شديد فظيع جدا. شوكه السجان. افتح لنا السجانه دي. احنا بطنا. انا هوريك حاجه لو السجان بتاع السمك اهو طاسه احمر، نبتدي نعمل كده نفتح البطن كده وندوس على البطن كده جامد شويه عشان نفتح. في هنا شوكه بنشيلها كبيره شويه. بص لسه هجيب لك سمك ثاني كده اهي. العزله خلاص جه الشوكه اللي شايفها دي، دي بنطلعها كده ونبتدي ندوس على بطن السجانه كده. كده حضرتك دي بطن السجاد. سيجا 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 ما شاء الله. سيجا سيجا والميجا. جميل. كام الحجم ده؟ الحجم ده هنا بقى معاك 120 150 و100 جنيه برضه متاح لاي حد. ما تقولش لحد لا. ليه بقى؟ يعني بنفلس الناس وعاملين صوت الناس، ممكن تبقى بيعه كويسه تبيع احنا هنا، ما دي بتشيل دي بتعوض دي. ايه؟ سامعني انت برضه؟ ربنا يوسع على الناس يعني. تمام. ربنا يوسع عليك. نزل الايام بقى حضرتك. ده شبيه بالمكرونه او الحارس يعني. يعتبر ابن عمه. ده ابن عم ازاي؟ ابن عم المكرونه. ابن عم المكرونه. ده سمك صاحي كده برضه. ونبص احنا لمصدر السمكه ايه ذات نفسها من خلال عينيها. يعني انت بص حضرتك عيني السمكيه هنقدر نبين السمكيه كانت صاحيه ولا عينيها مش مرفيه عينيها مش مغيمه. فنبتدي نعرف السمكه ان السمك ده كويس. ثم السمكه ماسكه نفسها كده واقفه وفيها ظبط البحر بتاعها. يبقى نشتريها. بالملمس اه بالملمس بتاعها. تمام. بكام بقى الكيلو؟ السلندر 30 جنيه بلاش جدا يعني. وقلي طبعا. قلي. قلي اه جميل. دي البغل المبرومه. دي البغل المبرومه اللي بتجنن الناس بقى لان هو اعظم السبايس اللي بيحبوا البغل. مرويين بيها يعني والفلاحين اي مكان يعني. اه هي البغل في اي حته. بكام بقى البغل؟ الشرقيه وفي كل مكان. دي ب 40. دي بقى موزه والسردين والحاجات دي امتى بتظهر؟ يعني تمشي في الشنشله هتلاقي الموزه والتلاته والتلاته ايه الشنشله حضرتك؟ ثمنها قد ايه كده؟ اشتغل 10 متاعب. اه. بقى تشتغل خلال اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ده الدريني بقى. ده ما بيخش غير جمبري. ده اسمه دريني. من خاصيه الشعور. من خاصيه الشعور اه. شعور وبرز لان الشعور حضرتك الشعور مش وسيله واحده. الشعور ده برز في محسن في شركس في خمخم. طبعا الاسامي دي كلها بالنسبه اللي هو البني ادم اللي بينزل يشتري حاجه زي كده مش هو في عارف ومش عارف. ايوه طبعا. لكن الشعور الاصلي حاليا اللي هو تشوف يعني هو بيكتب في جسمه كده بيعمل 140 150 جنيه. في الشعور عادي بيبقى بيبيع حاجه ب 70 ب 60 يعني. في ده في ده طبعا كله حسب الظروف. اه كل واحد على قد جيبه. بس هي اهم حاجه واحده اللي هي البرنامج ربنا سبحانه وتعالى ان معظم اللي في سوق الانصار هنا يبقى في بس ذوق وادب واحترام مع الزبون. سواء الزبون لو ما اشتراش خلاص سيبه. مش مشكله بقى ان احنا نبتدي نعمل حاجه غلط من الاعداد ده. مكان الزبون مش هيجيلك تاني مش هيتعامل معاك.
خلي مبدأك دايما يا سيف بتاع ربنا تتعامل مع الناس بيرد الله وقول الكلمه كويسه وانت بتدك على ربنا ونعم بالله. انا بشكرك جدا ورجامي خلاص ولا وصل بشكرك جدا يا ام اشرف ربنا يوسع عليك. كنا مع ام اشرف تعالوا معانا في جولتنا كام الحارس 70 والبربوني البربوني 70 صح. ده بقى سويت او صوبيا صغيره عامله كام النهارده؟ السوبيا دي عامله 100 جنيه الحجم ده. في السوبيا الكبيره عامله 130 130. عرفنا بقيه الانواع اللي عندك. في دراك في كحيان اللي دول زي روش. اسعارهم ايه؟ الدراك بكام؟ الكحه 100 والروش دي او الغنات 70. اسمها ايه السمكه دي؟ اسمها بلدي عريض. البلدي بيتعمل ايه ده؟ بيتعمل ايه ده؟ قلية او شو او صينية او كده عامل كام بقى؟ بخمسين جنيه الكسكوت. 50 جنيه؟ تمام. معانا البرجان ده عامل كام؟ البرجان ده عامل 40. في التريمي دي عامل 60. اسكومري بلدي عامل 50. ده كسكومري ده كسكومري بلدي. كسكومري على موزه. على موزه؟ اه. دي موزه. دي موزه. دي موزه. اللي هي بتتعمل بتتملح بتبقى جميله مش كده؟ دي موزه دي سردينايه ماشي. ده كسكومري قلي وشو. عامل كام النهارده؟ 50 برضه 45 برضه. امتى السردين يكتر والموزه والحاجات دي؟ خمس ايام ان شاء الله؟ اللي عايز بقى يخلل ويفصل. جواب 120 وب 110 وب 100 80 جنيه. 80 جنيه سوبيا بلدي يا محمود؟ حبرها لسه. سويسي كده والشام عربي. يا بلدي احنا بنصور هنا بس. اه. ماشي صوروا المحل بتاع الفراخ. الشام عربي كده. سوبيا سويسي. بيبيعوها ب 120 وب 110 وب 100 ب 80 جنيه بس. من غير ميه وكيلو حلال كده كلها كبيره. كلها كبيره كده. ما شاء الله. 80 جنيه. دي مكرونه سويسي. عامله كام؟ بتتباع ب 70 وب 80 60 بس. 60. ايه القلق بقى اللي انت عملته على الشخم بقى؟ الشخم المره اللي فاتت بيبيعوا ب 20 جنيه. صحي كده. النهارده ب 25 وخلص. بدري بدري كده وكله كبير. شخم كله بالواحده كده. وساعتها انا سالتك قلت لك ساعتها السمكه السوق النهارده الشخرم كانت الشخرم بس الشخرم. اكيد الشخرم درجات في 10 وفي 20 وفي 30 مش كله مش كله كل حاجه حسب طوبها وحسب حجمها. النهارده ب 25 مرجان ده ب 25 برضه ما شاء الله. ده المرجان ابو قتب الصغير بتقلي زي ما هو ده حلو ده زي ما هو بتقلي كده كله كده جميل. كابوريا 70 النهارده نت 70 جنيه. 70 جنيه كده. شكرا يا محمود ربنا يوسع عليك. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده وبعتذر جدا للازعاج يعني السوق زحمه جدا جدا وان شاء الله نعالج موضوع السوق ده قريب جدا بس شجعونا بقى كده وعايزه لايكات وتعليقات على الفيديو ده وبشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.